في كثير كتب نعرفها تتكلم عن التغيير وتعلمنا كيف ممكن نغير حياتنا للأفضل أو للشكل الذي نتمناه. الكتاب اللي رح نشرحه اليوم بيتكلم عن نفس الموضوع ولكن بطريقة مغايرة. بيتكلم عن التغيير اللي بيحصل في حياتنا والغير مرغوب به على الإطلاق، وعلمنا هذا الكتاب كيف ممكن نتعامل مع هذه التغييرات. وأنا متأكد هذا الكتاب رح يفيدك جدا، وخصوصا إذا كانت حياتك تواجه الكثير من التغيير سواء الآن أو في السنوات السابقة. شرح كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي للمؤلف سبنسر جونسون في هذا الفيديو. الموضوع الذي تناوله هذا الكتاب من أكثر المواضيع ثقلا وتعقيدا وأهمية. يتحدث الكتاب عن قصة يتواجد فيها 4 شخصيات خيالية، فأرين وشخصين، ولكنهم بحجم هدول الفأرين، وهدول الـ4 شخصيات عايشين في متاهة. هذه المتاهة فيها محطات، والطعام لا يتواجد إلا في هذه المحطات، والطعام من اسم القصة هو عبارة عن جبن. يقول الكاتب إنه الشيء اللي بتسويها الـ4 شخصيات يستيقظون باكرا منذ بزوغ الفجر ويرتدون عدة الجري ويبدأون يتسابقون في هذه المتاهة بحثا عن المحطات، وممكن أن يجدوا محطات فارغة تماما ومحطات فيها طعام محدود ومحطات غنية بالأطعمة. فيبدأون بالبحث في هذه المتاهة طيلة النهار، ويجب أن يعودوا لمسكنهم قبل غروب الشمس، لأنه إذا غربت الشمس لا يستطيعون العودة لمسكنهم لشدة الظلمة. وهذه نقطة مهمة ليبين لك أن لديهم وقت محدود للبحث عن هذه المحطات. يقول الكاتب أن الفأرين كانوا دائما يمشون مع بعض، وهدول الشخصين بيمشوا دائما مع بعض، وسماهم واحد اسمه هيم وواحد اسمه هاو. استمر الحال في البحث عن هذا الطعام لمدة من الزمن. كل يوم في الصباح يرتدون عتاد الجري ويبدأون في البحث عن المحطات التي يتواجد بها الطعام. بعد مدة من الزمن حصل شيء عجيب، فقد وجدوا محطة مليئة بالجبن. وجدوا في هذه المحطة فتحة في الجدار، مهما سحبوا من هذه الفتحة جبن لا ينتهي. فهم عرفوا أن خلف هذا الجدار كمية هائلة جدا من الجبن. اللي صار أنهم عاشوا لمدة طويلة من الزمن على هذا الجبن، لدرجة أنهم وضعوا عتاد الركض اللي كانوا يستخدمونه في الخزانة، وقد نسوا أصلاً أن عندهم عتاد للجري. فقط تخيل المدة الزمنية كم هي كبيرة. ويقول بعد مدة من الزمن حدثت الفاجعة. واحد من هذه الشخصيات الأربعة، الفأرين أو الشخصين، حاول يأخذ جبن من الفتحة واكتشف أن الجبن قد انتهى. شوف الحدث العجيب اللي صار، أو ردة الفعل المهمة جداً واللي ممكن أن تحدث فرق هائل في هذه القصة. الفأرين لما إجوا على الفتحة ولم يجدوا الجبن، مباشرة فعلوا حاسة الشم القوية وانطلقوا في المتاهة بحثا عن محطة أخرى. فأر ما بيفكر، لم يجد الطعام هنا يذهب للبحث في مكان آخر، انتهى الموضوع. الموضوع غريزي بحت، ما في لا عقل ولا تفكير. وعلى العكس تماما كانت ردة فعل الشخصين هيم وهاو مختلفة بعض الشيء. في عقل يفكر ويحلل ويتساءل كيف خلص الجبن ومين اللي خلص الجبن، ولازم نوجد حل. ممكن يكون الجبن موجود ولكن عالق، يمكن يكون موجود ونحن ما عم نقدر نوصله أو نسحبه. أسئلة وتحاليل كثيرة نابعة من الطابع البشري. القزم هم لم يستطع تقبل هذه الحقيقة المرة. كان يقول مو معقول نرجع نشتغل مثل الأول، منذ شروق الشمس نلبس العتاد ونركض في هذه المتاهة طول اليوم ونمر على محطات موحشة ومهجورة ومحطات يمكن نموت فيها وما إلى ذلك. وكان صديقه هاو يؤيده في بعض الأحيان، وأحيانا كان يقول الفأرين ذهبوا، دعنا نحاول اللحاق بهم. فكان كلما هاو حاول يتماشى مع الوضع يجره هم لدوامة الرفض مرة أخرى. جلسوا أيام على هذه الحال، يناموا ويستيقظوا على أمل أنه ممكن إذا استيقظوا في اليوم التالي يجدوا بعض الجبن. ويقول الكاتب بعد عدة أيام بدأوا ينهاروا من الجوع وبدأوا يفقدوا طاقتهم لدرجة لن يكون لديهم الطاقة للوصول إلى المحطة التالية. هاو لما شاف الموضوع بلش يزود عن حده، قال لهم أنا مضطر الآن للبس عتاد البحث عن الطعام والجري مرة أخرى في هذه المتاهة، لأني إذا ما تحركت الآن يمكن أن أموت من الجوع في هذه المحطة أو أني لا أجد الطاقة الكافية للجري للمحطة التالية. أجابه هم اذهب لوحدك، أنا ما أزال مؤمن بأني سأستيقظ غدا وأجد الجبنة من هذه الفتحة في الجدار. في النهاية قرر هاو الانطلاق في رحلة المتاهة للبحث عن الجبن. وبينما هو كان يبحث كان يكتب على الجدران تجربته مع كل محطة. في حال قرر صديقه هم في يوم ما الانطلاق في هذه المتاهة، تساعده هذه الكتابات في الوصول للمحطة التالية. شوف عظمة الصداقة. عجبتني هذه اللفتة في القصة، وكانت أول عبارة كتبها على الجدار المقابل لهم إن لم تتغير قد تهلك. اللي حصل يا صديقي إنه القصة انتهت إلى هذا الحد. هم بقي في تلك المحطة لم يتحرك ومصيره مجهول إلى اليوم، وهاو لبس عتاد الجري وبدأ يبحث عن المحطة التالية وأيضا مصيره مجهول إلى اليوم، والفأرين الذين انطلقوا بمجرد ما اكتشفوا أن الجبن انتهى أيضا مصيرهم مجهول إلى اليوم.
فيقول الكاتب أنه ممكن يكون هيم توفى من الجوع، وهاو ممكن أن يكون تدارك الموقف ووجد محطة أو على وشك أن يصل لمحطة، والفأرين اللي انطلقوا بمجرد ما حصل التغيير ممكن يكون وجدوا المحطة اللي موجود فيها كميات هائلة من الجبن، أكثر حتى من المحطة اللي كانوا عايشين فيها. الكاتب ترك مصير القصة مفتوح مشان يوصل لك رسالة مهمة ويخبرك نقطتين. النقطة الأولى هي أن التغيير حاصل لا محالة، وأنا أتفق مع الكاتب 100%. مهما كان الوضع اللي أنت عايش عليه اليوم لن يدوم طويلا، حتى لو استمر لمدة 5 سنوات سينتهي بعد 10 سنوات، وإن استمر لمدة 10 سنوات سينتهي بعد 15 أو 20 سنة. رح يجي يوم وينتهي هذا الشيء. يعني إذا كان هذا الشيء بالنسبة إلك وظيفة خايف تخسرها، احتمال تخسرها، مشروع خايف يفشل، احتمال يفشل هذا المشروع، شخص خايف تخسره أو تفقده، رح تفقد هذا الشخص إما لموت لا سمح الله أو بانتهاء علاقة. التغيير قادم قادم لا محالة. أما النقطة الثانية أنه في 3 أنواع من الشخصيات تتعامل مع هذا التغيير. النوع الأول هو الذي يتماشى مع التغيير من دون أن يفكر أو يحلل أبدا، مثل الفأرين، بلا عقل تماما، استجابة غرائزية فورية. أول ما اكتشفوا أن الجبن انتهى انطلقوا في البحث عن محطة أخرى. في ناس يتماشون مع التغيير بهذا الشكل، وهدول الناس مهما حصل تغيير في حياتهم ما بيأثر عليهم سلبا بشكل قوي، يعني ما يجلس حزين ويندب حظه كيف صار وليش صار ومو معقول أبدا، على طول يتماشون مع التغيير، وتجدهم بالتأكيد وجدوا منطقة أو محطة أفضل وأجمل بكثير من المحطة اللي كانوا عايشين فيها. أما النوع الثاني اللي يترك هذا التغيير ولكن متأخر بعض الشيء، هاو جلس فترة من الزمن لبين ما تماشى مع التغيير وقبله وقرر أن يبحث في المحطات الموجودة في المستقبل، وهذا نوع جيد، أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. أما النوع الثالث والأخير والخطير جدا والذي تجسد في شخصية هيم، هيم جالس في المحطة إلى اليوم ومو قادر يتقبل أن الجبن انتهى. وللأسف يا صديقي في كثير شخصيات موجودة في حياتنا مثل هيم بالضبط، مو قادرة تتقبل التغيير في حياتها ولا قادرة تتماشى معاه. وإن كنت راهنت على أن مصير هيم هو الموت، فصدقني أي شخص يحصل تغيير في حياته ولا يتقبل هذا التغيير ولا يتماشى معه سيهلك. فهذه الرسالة التي يريد إيصالها الكاتب من هذه القصة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. كان معكم محمد المنصور، شكرا على وقتكم الثمين، لايك للفيديو وشير لأصدقائكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.